اهلا بيكم. النهارده معاكم بلال امين مترولوجي. النهارده هنكلمكم عن بدايه اول حلقات. اعرف الزيت واللزوجه بتاعتك اللي انت هتحطها لموتوسيكلك دي حاجه مهمه جدا، لان الزيت ده هو روح الموتوسيكل. اي لعب فيه بيأثر من عمر الموتور وبيجيب مشاكل ملهاش لازمه طبعا في غنى عنها. اول حاجه ما تستخسرش خالص، لازم في ماركات كده رئيسية او مشهورة جدا وكلاءها محترمين معروفين دوليا، روح عليهم. اي حاجة جديدة لازم تشوفها الاول، يبقى ليها حد جربها قعدت فترة في السوق كويسة، بحيث ان انت تقدر تحطها بامان في البايك بتاعك او السكوتر بتاعك. معانا النهارده منتجين، منتج من شركة موتل الفرنسية، ومعانا منتج تاني من شركة كيكس كورية. الاتنين من أفضل الشركات في العالم. موتل طبعا شركة عريقة جدا، من أقدم الشركات الفرنسية في العالم، وبتصنع زيوت عالية الجودة. كيكس نفس الكلام، تبع شركة جي اس كالتكس، طبعا من أكبر الشركات، موردة كمان لفولفو وهنداي وكده كيا، نمبر وان في كوريا. طيب الموتو اللي معانا ده موتو 20W50. ده مينرال يعني معدني، ما تضافش عليه اضافات كتير. الزيت ده بيبقى رخيص وبيبقى يعني للموتوسيكلات الصيني والموتوسيكلات اللي هي من فئة 150 سي سي، بس نقل مانوال ما ينفعش ده تحطه في سكوتر. ليه؟ عشان السكوتر منقسم الاتنين، زيت للموتور وزيت للكورونا، ما فيش جنزير. فطبعا كل زيت، مع الشركه ما كانتش استخسار، كان يعني كانت عملت جيركن واحد، ما تكلفه انتاج عليها كانت عملت جيركن واحد ويمشي على كله. يا جماعه اللي مكتوب عليه سكوتر هو ده بس للسكوتر، لكن اي حاجه اللي هي على حسب الاشواط بتاعت الموتوسيكل، 40 ده رباعي الاشواط، 2T ده ثنائي الاشواط، فلازم تاخد بالك منها. وهو اصلا عامل لك رسمه موتوسيكل، نفس الموتوسيكل بتاع النقل المانوال العادي، لان الخاصيه بتاعت الزيت ده غير الخاصيه بتاعت الزيت ده. الخاصيه بتاعت الزيت ده بتاعت المانوال بتعمل تزييت للفتيس وللموتور، لكن السكوتر بيعمل تزييد للموتور بس، لان فيه زيت كورونا. تمام. فطبعا انت لو حطيت سكوتر بدل الموتوسيكل هيدور وهيمشي، بس انت كده بتزعل الجير بوكس. جير بوكس هتلاقي ملحوظه جدا، هتلاقي النقلات بتخبط جامد، ما بتجيش بسرعه، مفيش ليونه، لان هو مش الخاصيه بتاعته فقدت. طيب هنا معانا في كيكس اهو مكتوب سكوتر، ونيجي بقى للزوجة 1040. طب 1040 و2050 والكلام ده بنعرفها منين؟ من المانوال، من السيرفيس مانوال بتاع الموتوسيكل، سواء مع الكتالوج او بتسرش عليه، تكتب سيرفيس مانوال والموديل الموتوسيكل بتاعك، وهيجي لك بالظبط لزوجة الزيت المناسبة لموتوسيكلك على حسب درجات الحراره بتاعت البلاد، سواء الشرق الاوسط او لو انت في اوروبا او الغرب يعني. تمام. طيب ده اهو، ما هم حتى راسمين عليه سكوتر اهو، ده بيزيت الموتور بس، او يعني بي بي بيعمل ليونه للموتور بس. وفي منتج تاني للكورونا، زيت للكورونا، عشان دي آلة الجر بتاعت ايه؟
السكوتر بتاعك. فلازم تبقى عارف كويس جدا اللزوجة بتاعت الموتوسيكل 50 ولا 10 50 ولا 10 50 ولا 15 50 وسكوتر سكوتر ولا مانوال نقل. اشوفكم في حلقة جديدة.